النار عنا، ينعلوا عنا. احنا انت مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن، انا لو متت وما شفتش الحياة اللي بتصير فينا نتكتل. احنا ما نشوفش الا الموت والاصابات والجرحى. بفتح التلفزيون بلاقيش الا تشريع جنازات ولا قصف ولا دبابات. بلاقيش برامج اتسلى عليها، بلاقيش صور متحركة، بلاقيش برامج اتعلم منها. كل تشريع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي؟